الإيمان المسلم مرة للقديسين. بعد اكتمال العهد الجديد حوالي سنة 100 ميلادية بكتابة الرسول يوحنا لآخر سفر في الوحي المقدس، أجمع كل المسيحيين من خلال معرفتهم بكلمة الله على مجموعة حقائق إيمانية هي الإيمان الأقدس، الذي هو كل التعليم المسيحي الذي سلم مرة للقديسين ولا يمكن أن تتكرر هذه المرة. وعندما يدعي أحدهم حصوله على رؤية أو إعلان لا يتفق مع تعليم الكتب المقدسة، فنحن نرفضها على الفور، بل نحن لسنا بحاجة لإعلانات أو رؤى بعد اكتمال الوحي المقدس. ويمكننا في ضوء العهد الجديد أن نفهم كلمة إيمان بمعان ثلاثة. واحد، إيمان الخلاص، وهو الإيمان بكفاية عمل المسيح وحده لنوال الخلاص. اثنان، إيمان الثقة، وهو الإيمان العملي والثقة غير المرتابة في الإله الذي نعبده، الذي هو الكلي المحبة والصلاح والقدرة والحكمة والسلطان. ثلاثة، الإيمان الأقدس أو إيمان التعليم، وهو الإيمان بجميع الحقائق المسيحية الجوهرية كما هي معلنة في كلمة الله، الإيمان بالإله الواحد المثلث الأقانيم، والإيمان بلاهوت ربنا يسوع وقداسة نسوته وبنوته الأزلية لله وتجسده وموته الكفار على الصليب وقيامته الحرفية من بين الأموات وصعوده إلى السماء وجلوسه في يمين العظمة في الأعالي وبمجيئه الثاني لاختطاف جميع المؤمنين وظهوره العلني بالمجد والقوة لدينونة غير المؤمنين وعذابهم الأبدي. والإيمان أيضاً يتضمن الإيمان بوحي الكتاب المقدس كله وبسلطانه وحده وغير ذلك من حقائق الإنجيل الجوهرية المعلنة في كلمة الله.